بتاعتنا على قنوات بي ان اس 4 سي اتش دي 1 ماكس القناه 401. حذر لم تؤدي علينا ان ناخذ مثال استراليا من فرنسا. الان على اتم الاستعداد لهذا اللقاء الاول لمنتخب بيرو بعد غياب سنوات طويله 2018. اما الان مشاهدينا نذهب الى ملعب اللقاء وبعد السلام. شكرا للزميل العزيز احمد فؤاد. بسم الله الرحمن الرحيم. مشاهدينا سهلا وأولى مباريات كلا المنتخبين. الدنمارك تشارك ولجو من الدور الأول. بيرو تلعب لقاء اليوم كلها أمل ورغبة في تحقيق نتيجة إيجابية. أوكو وإدفين كولا في خط الظهر. تابيا ويوتون كاثنين. كاسبر شمايكل ابن الحارس الكبير بيتر شمايكل طبعا نجم مانشستر يونايتد ومور الإنجليزي الأسباني الإيطالي الألماني الهولندي. ود موجود في الجزيرة الإماراتية أو أمام حضراتكم. فاربان بيلعب حاليا في الجولة الأولى في المجموعة الثالثة. فرنسا على القمة بثلاث نقاط بعد الفي. أدي الانطلاقة والكرة العرضية على طول لكن قافلين كويس في الأسمران مع فريقه على طول. تراوكو وأدي الكرة العرضية بادين بالكرات العرضية وضرب تقدم على طول. ديلاني يلعب على طول لكن مقطوعة. زيادة العيب إيريكسون وأدي العرضية بأرجنتين بميسي والنجوم الكبار. فوز بثلاث نقاط تصويب عموم. خاف ادي العرضيه تاني لكن برافو شمايكل على طول في الوقت المناسب. ليستر سيتي بالمشاركه هي الجزائر في اخر بطولتين. التصويب المباشر السريع 20 سنه يعدي كاريو ويصوب. يا سلام يا سلام يا سلام الله والله ضربه الراس. بيلعبوا جماعي ثقه التصويب موجوده من مسافات وضربه ركنيه تصويبه الجميله. وهنا التصدي من النجم والحارس ومارتن اولسن جيل عظيم. تاني ضربة الرأس ولكن على طول حرك. تاني على طول مرور ولكن مقطوع. شيء عظيم وأسطوري. الضربة الركنية سريعة على طول في فاول. طبعا اتعطل واضح تماما من كريستنسن. حاول يعطله يقلل هو تاني حاول يعد ويمر لكن في زحمة. بص الزحمة حضراتكم عايز لمسة كلها بقية وعشرين سنة. ادي الكرة عالية فوق ضربة الرأس على طول ولكن انقاص في اللحظة. ضل بكتير كمان عالية فوق. الحكم يقول العب ما فيش حاجة. تنزل 36 سنة لبلد 30 مليون متشوقين وبلهفة في العودة. بنما ضربة ركنية لصالح الدنمارك. ضربة الرأس على طول لكن تدخل في الوقت المناسب. درجة مئوية درجة كويسة جدا. هذا الانطلاقة والتصويبة فين 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 أول أمي بساحة جميلة وفر وانا لعيب 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 لعيب. لكن القائد الكالكا الألماني السابق نجم الجزيرة الإماراتي الساطي لاعب فلامينجو البرازيلي يرجع تاني من جديد. عميقة ولكن دفاع متمركز كويس. المهاجم يورج قد تكون أول مرة هذه المساحات. وفاول فاول فاول ضربة حرة لصالح مثالي إيريكسون. أدي النجم الكبير إيريكسون 20% من أهداف الدنمارك. الضربة الحرة وقد تكون هدف أول ولكن الدفاع بالمرصاد. تصويبة قوية يا ولد. الحارس بيدرو جاليزي برافو. راس تمركز جميل واستخلاص والتصويبة ولكن إلى ضربة المرمى. 4 7 8 لابسين أبيض التزام واحترام. المكسيك دي مباريات الغد بإذن الله. تاني في نص الملعب مين هيعدي هيفوت هيباصي ولا هيشوط. يا ولد العيب ضربة جزاء ولا إيه بنسبة 100%. تخيل لما تنتهي مباراة وأنت مغلوب إيه صح بنالتس. أول 16 مباراة في كأس العالم فازوا في 4 تعادلوا في 3. إيفا قد يكون ولكن فين في المدرجات يا رجل في المدرجات يا رجل. واد أنبير والدنمارك ويهدر فرصة ضربة الجلعة في طيب خليل البلوشي ومحمد بركة للفريقين عذراء. بالأبيض بيرو إلى اليمين والدنمارك باللون الأحمر. سيستو تشيب فوق عالية فوق خطيرة جدا ولكن مش نرويجي. هارد بيدي تعليمات للاعبته غيروا اماكنهم ويفضوا الاجنحة. انطلاقته سرعته يقف عليها وعلى طول بيحاول ولكن برافو برافو كريستيانو ضعيف جدا مهاريا. فين روميدال وانطلاقته تصويبة لكن عالية فوق. اتلتيكو مدريد واوروجواي. بص وادي إيريكسون 26 سنة لاعب اياكس 10 إيريكسون ثالث هداف التصفيات. لكن معقولة معقولة يا راجل. فرصة يا ولد فرصة يا ولد. لا 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 لا
مش معقول مش معقول. كير اللي طلع المدرجات ولكن في اللحظة الأخيرة إلى جيريا هنستمتع بيها. فرصة هدف أول هدف أول هدف أول. نعم عملوها وفي المرمى سجلوها. عليه ينطلق على طول ويعدي ولا لا لا ده هيشوط. لازم انطلقوا وتقدموا. ليس هناك تسلل. انطلاقة واختراقة يأتي بالاستفاقة. إيه مروغة إيه. الله 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 عليه. أفرى مشاهدين الكرام. نعم نعم في مرحلة المجموعات الرد قد يأتي سريعا. الرد قد يأتي سريعا. يا سلام أقصى اليمين. بداية بدأت من تاني وضربة الرأس هو يغير اتجاه اللعب على طول عند صاحب الهدف ولكن إلى ضربة المرمى. مرات من 20% لكن روسيا أكيد صعب هذه المرة. تاني تحضير وتصويب. تخسر واحد بالنسبة له زي الاثنين أمام الدنمارك فبيضغط أكتر. يجازف أكتر فعل كبير. ألبرتو رجله 40 يا جماعة لو مقاس